رئيس أمر الصدد، رجل الوفا ورجل التاريخ وفرعون الجديد. فرعون نحن نحترم، كل الفراعنة نحترم، لأن الفراعنة هم ملوك، ملوك الحضارة والثقافة، نحن نحترم. طاغوت، طاغوت ملك الإثيوبي. ملك معنا من باريس دافيد عباسي الكاتب والمؤرخ الإيراني ورئيس معهد أفيستا للدراسات في باريس. أهلا بك. أريد أن أسألك، عفوا دكتور دافيد، أريد أن أسألك، هل صحيح بأنه دخل إلى البنك المركزي الإيراني بحدود 32 مليار دولار بعد توقيع الاتفاق النووي؟ مرحبا بكم مشاهدينكم. لو سهلا سيد دافيد. نيكول أهلا. طبعا نعم صحيح. أهلا بكم من جديد. ملف إيران النووي إلى الواجهة مجددا، واجهة الأحداث الدولية. زرتشت زر يعني ذهب، ذر يعني ذهب، تشت لو كاسرول نغسل الثياب فيه، وهذا الظرف زرينة مذهبة ذهبية كالشمس. من باريس ينضم إلي السيد ساوي شوفيستا رئيس المعهد الدولي للدراسات الأفستائية. أتمنى أن أكون ألفظ كل الكلمات الفارسية بشكل صحيح. أستاذ أوفيستا أهلا بك في نهاية الأسبوع. أقول لكم بأن الشعب الإيراني أول شيء، الشعب الإيراني بيكون معارض، معاند أو موافق مع النزاع ضد الحرب. حياكم الله مشاهدي الكرام في نشرة هذا المساء. حول ذلك انضم إلينا من استديوهات باريس دافيد عباسي الصحفي والكاتب الإيراني. مرحبا بك معنا سيد دافيد. ينضم إلينا الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وحتى دول الخليج العربي. مرحبا، مساء الخير، أهلا وسهلا. لقد نعرف قابرات الإيراني من زمان، منذ 40 سنة بيستفيدوا هذا، والناس في كل العالم مش ضد إيران، هم ضد علي خامنئي وضد النظام الإيراني، بأن النظام الإيراني منذ 40 سنة. قبل بن لادن نحن شفنا خميني قتل الناس، حتى قتل المسلمين. اطلب من الناس، أنت إيراني؟ نعم. أنت مسلم؟ لا لا، أنا مش مسلم. شو اسمك؟ جمشيد. ممكن كان يندهوا علي قبل البارحة، لكن اليوم صار جمشيد. مع الأسف رجال الدين سرقوا الثورة. نحن رأينا بأن الخميني سيابش هو ضحية من أجل الحرية الإيرانية منذ 4000 سنة. ابن الشاه، ابن الملك، وأفيستا أول كتاب حضاري ثقافي وإيرانية كتب كما يقال بيد زرتشت. في هذا الكتاب سازمان جاسوسي الله أنا أكتب أسرار كثيرا جدا عن هذه القصة. هذه القصة بأن مش أنا سياوش أفيستا أقول هذا، لا، الرجال الذين خدموا الثورة الإسلامية مثل رفسنجاني، مثل مهدي خزعلي، مثل مهدي هاشمي ابن هاشمي رفسنجاني، هم الذين قالوا بأن قال سيد أحمد نجاد كل ما عملتم أنتم خدموا أجانب. جيش الإسرائيلي سورة أحمد نجاد على قميصه، وهذا موجود يعني بعطيك. أحمد نجاد هو عضو لمؤسسة كبيرة وعظيمة وعريقة دولية. هذا المنظمة نحن رأيناه في نوري كارتا. نوري كارتا تعرفونه، هم اليهود متطرفين. من باريس ينضم إلينا الكاتب والمعارض الإيراني دافيد عباسي. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي حدث اليوم. مرحبا، مساء الخير الأنسة ضحى. حول هذا الموضوع ينضم إلينا دافيد عباسي رئيس معهد الدراسات بباريس. سيد دافيد أهلا بك. إذن
شاهدنا هذه الصور التي تصلنا من إيران. مساء الخير، عندكم صور أكثر. أنا وحول الملف الإيراني ينضم إلي من العاصمة الفرنسية باريس عبر خدمة سكايب ديفيد عباسي المختص بالشأن الإيراني، تفاصيل ومعلومات وأحداث متلاحقة فيما يتعلق بالشأن الإيراني، لكن ماذا تحمل الأيام القادمة في جعبتها فيما يتعلق بعقوبات أو قرارات من هذه اللجنة التي سوف تشكل، خاصة ترامب روحاني أخذ مليارات دولار، ولكن إذا توقفنا هذا تمويل الإيران فرعون. نحن نحترم كل الفراعنة، نحترم لأن الفراعنة هم ملوك الحضارة والثقافة.